بينما لدى السيد عثمان زوجة كبالة. لما تتدخلين؟ خائنة! اعتبرتني عدوا لك يا عثمان. لم تفهم أن طرقنا مختلفة فقط. كنت سأستغلك لأنهي أمرك خاطر، وهكذا كنت سأكسر العبودية التي فرضها المغول علينا. خطأي كان الاستخفاف بك. طالما كنت ستكسر عبودية المغول، لما صادقت مونكا؟ مونكا شخص أحمق، لا يمكنه أن يسيطر علينا. عثمان، لم يفت الأمان من أجل إنشاء دولة تركية قوية. ماذا تقول؟ يجب قتل جيخات اليوم، وإلا سيفوت الأوان بالنسبة للجميع. سيدي! 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 هل أنت بخير؟ فلاتيوس، ماذا حدث؟ ألا تستطيع المحاربة؟ لا تقلق، سأقطع رقبتك على الفور. لا تنسى أنني أنقذت حياتك، والآن لننهي أمر عثمان. كما تعلم، إن جرحت الأسد يجب أن تنهي عملك. سأبقى ممتنا لك ولن يكون طوال عمري يا فلاتيوس. تسعين يا تاركو؟ انزل سيدي، لم افعل شيئا خاطئا. عثمان اخبرني ببعض الامور، لكن يبدو ان لديك هدفا اخر. تاركون، هل تريدين انقاذ والدك ام جلب المصائب لقبيلتنا؟ خائنة! لقد قلت لك من قبل إني قاتلك يا عثمان. الروح التي وهبها الله لا يمكن لأي أحد أخذها سوى الله.
الله فقط يا فلاتيوس. الذي كتب في الورقة؟ عايقول، إنه سر. لا تغضبيني أكثر، تكلمي تكلمي، قولي ما الذي كتب. أنتما الثلاثة جريئتان جدا. اذهبا أنتما، لنبقى واحدة ضد واحدة. يكفي يا أيغول، أنا سوف أجعلها تتكلم، لكنني لن أتركك مع هذه الأفعى. اسمعي كلامي يا أيغول. لولا خاطر السيد عثمان لكنت مزقت هذه الأفعى إرباً إرباً. غونجا، عودا للقبيلة. أعرف أن والدك حي، وأعرف أنه أسير عند نيكولا، وأعرف أنك وعثمان تلعبان لعبة. جيد جدا، تعرفين كل شيء. لا أعرف ما تفعلين ولا ما هو مكتوب في الورقة. سأعرف ذلك، ولكن لا أريد أن تخبريني في الغابة كخائنة، بل في القبيلة وكابنة سيد. أنت محق، الرب يعطينا الروح وهو الذي يأخذها، لكن يأخذها عن طريق وسيط، ولقد كلفني بمهمة قتلك. أولا سأحاسبك على مقتل أخي أياز. زرتاش، you
إن أردت الموت واقفاً فمت هكذا. أنا أحترم هذا. من أجل روما! ما الذي تفعله؟ أنا سأقوم بقتله. لقد عاد جيركو تايلان. اليوم هو يوم فلاتيوس. برتاش، خذ رجالك واذهب يا فلاتيوس. سيدي، ما شاء الله ما شاء الله. الحمد والشكر. هنا، أين هو عثمان؟ هنا يا سيدي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. سيدي، سأخبر الآن، سأفرح لك كثيرا. توقف يا عبد الرحمن، لا تخبرهم. سألك الأهالي، لا تخبرهم أنني سرقت. تريد أن أفهم ماذا حدث أثناء غيبوبتي، وبالوقت المناسب أعرف ما سأفعله. أمرك يا سيدي. لن أسلمك تركيا واحدا حتى، ولكن لن أقوم بخرق اتفاق الصلح الذي عقدناه. هيا ابتعد من أمامي، عثمان سيموت. خذوه واذهبوا. أخبروا نيكولا بما حدث. أخبروه أنني لم أخرق باتفاقنا.
أيها الجنود، أنزلوا أسلحتكم. سيد سيدي. أين ذهب؟ أنا أرسلته يا عثمان. التزمت باتفاق الصلح الذي عقد بيننا وبينهم. ماذا؟ أنت أرسلته؟ ماذا تقول؟ ما الذي تقوله؟ ذهب الكافر وبقي شريكه هنا. إذن افهم يا عثمان، لقد أنقذت حياتك، لقد أنقذتك من الموت. أنت أردت قتلي أنا وأخي. لا تتدخلوا أيها الجنود، لا تتدخلوا، لا تتدخلوا. سيموت واحد بيننا اليوم، ستنتهي الخيانة بين شريك الكفار ومن يحاربهم. لم يكن هناك صلح. حسنا يا عثمان، حسنا. من الذين يطلبون الصلح والذين لا يعرفون شيئا سوى الحرب ويستطيعون أن يتحدوا من أجل قضايا أكبر. ما هي تلك القضايا؟ هيا قل لنعرف. فأظهر كانني أتعاون مع الروم الذين تسميهم بالكفار، وسوف أقوم بقتل الظالم الأكبر. من هو؟ من هو؟ من هو الظالم؟ خيرا يا أخي. أخي؟ أخوك؟ أعرف ما الذي تسعى خلفه، لكنك ستتراجع. أنا أجتهد لمصلحة القبيلة. إياك، احذر وانتبه. أصبح اسم جشعكم مصلحة قبيلة الكاي. دعني أخبرك إذن أن مصلحة الكاي بيد سيدها، وأبي الآن يصارع الموت في خيمته. لهذا يجب أن نختار سيداً للقبيلة، وسيتم اختيار السيد غداً. لقد اتحدت أنت وعمي وأخبرتما كل السادة، صحيح؟ ولأن عثمان غائب سيتم اختيارك سيداً، هذا ما تريده، صحيح؟ انتبه لكلامك يا أخي، أنا أحاول إطفاء النار. أنت لا تطفئها بهذا التصرف، أنت تعجج النار، ستحرقون القبيلة. لا تفعل هذا مجددا. حسنا يا سافجي، حسنا يا أخي، لكن اعلم أن عيني عليك، عيني عليك وعلى عثمان أيضا. واصلا الشجارة هكذا، وأنا سأذكركما بأني أخوكما الأكبر، وسترى ما سأفعله عندما تخطئان. جيخاتو، بينما جيخاتو حي
ليس لدينا فرصة للنجاة. يولاك أرسلان، حاولت قتلي أنا وأخي من أجل أن تقتل كيخاتو؟ هل تتوقع مني أن أصدقك؟ كان لدي حساب يا عثمان، لكنه لم يتم. الدولة التي يتشوق الأتراك لتأسيسها، كنت أريد تأسيسها، وكنت أرى أنك أكبر عائق أمامي وأمام دولتي. حسناً، والآن ما الذي تغير؟ الآن يا عثمان، ربما أنت من سيؤسس الدولة الكبرى التي ينتظرها الأتراك بشوق ولهفة. وربما أكبر عائق أمام تلك الدولة. وأنا جرحك عميق، لا يجب أن يفتح. لنعد لإنجول. لن أقول لنيكولا إنني هربت. سوف نعود. لقد مات رجالنا، ماذا سنفعل هناك؟ سوف نعود. لا يمكنني التأكد من نيتك. إن كنت تقول أنك قد تبت وتغيرت، فأنا لا أستطيع نفي هذا. قطع الأمل من المسلم لا يليق بالمسلم. عثمان، جيخاتو يزداد قوة، وضع عينه على تبريز ويريد الجلوس على عرش الدولة، والإمبراطور ممتن من نيكولا، وحتى إن خسر القلعة فسوف يدعمه بجيوش جديدة. ما أريد قوله هو أن الدائرة تضيق حول الكاي. أما بالنسبة لبني شوبان، فإن لم يغادر المغول الأناضول لن يستطيع الاستمرار. هل تقول؟ إنك تريد أن نتحد؟ يجب علينا أن نتحد لفترة. هذه الأرض لا تتحمل وجود سيدين. كما قلت أنت، لا يمكن أن نكون نحن وأنتم معا. ولكن إن لم نتحد اليوم فلن يبقى الكاي ولا أبناء تشوبان. من الآن
لن تعترض طريقي إذا، ولن توقفني عن الغزو، ولن تحاول تحريض أخي وعمي ضدي مجددا لكي أحل أنا أمر رومي وطلقاته. هذا كل ما أريده. لا يا عثمان، لا، يجب أن يموت كيخاتو فورا، وإلا فلن يكون للكاي مستقبل، ولا يكون لقبيلتي مستقبل أيضا. أصبح لديك اسم الآن، سيد القبيلة، السيد عثمان أعطاك هذا الاسم، قال إنك مستقبل القبيلة. لن أتركك يا بني، لن أتركك دون أم، سأعيش من أجلك، من أجلك ومن أجل مستقبل الكاي. متى سيجتمع ذلك المجلس؟ حان الوقت يا امرأة، كوني مستعدة. إن جاء عثمان سيتسبب بالمشاكل، ومن المحتمل أن تضع سيلجان الحطب على النار، ولهذا ستتحدي مع علينا وستراقبي أفعالهم. يكفي أن تمنعوهم من التجول أمامي وعرقلتي. عندما يطوى دفتر عثمان سوف يتم نفي سيلجان وباله. أبي، ما الذي تقوله؟ يا ابنتي، من أين أتيت؟ كان لدي عمل أنهيته وعدت. لماذا تسألني؟ قولي، هل كنت نائمة حقا؟ أم أنك كنت تتلصصين علينا بشكل سري؟ وهل كنتما تقولان أموراً لا يجب أن تسمع يا سيدة هازار؟ أيقول، إلى متى ستستمر تصرفاتك المتمردة هذه؟ ها؟ متى سوف تعتبرينني أباً؟ عندما تبدأ بالتصرف كالآباء. اضرب يا أبي، اضرب، لا تخف. لا أريد أن أؤذيك، اذهبي من هنا. هيا،
تعال يا بني. تعال. إلى أن تكبر وتمسك السيف، هذه هي الطريقة التي سأعامل بها. تعال. تعال. سمعت ما قالته يا دوندار، لقد بدأت السيدة آيغول بتحريض حفيدك ضدك منذ الآن، كل هذا بسبب عثمان. لقد أخذ عثمان ابنك من يدك أولاً، والآن ابنتك، ومن ثم سيأخذ حفيدك. قلت إنني سأفعل ما يجب فعله، لماذا تلحين علي؟ أقول ذلك كي لا تتراجع عن قرارك، لأنني لن أتراجع. أستغفر الله. لن أتراجع. تكلمي، لا تتعبيني. أخشى أن تفسد اللعبة التي خططنا لها. كوني مرتاحة، لن نفعل شيئاً قبل مجيء عثمان. نيكولا يريد أن يقابلني غداً. ها، لماذا سيقابلك؟ إن سمحتم لي سأذهب وأعرف. بالطبع يا ابنتي، اذهبي وستخبريننا ما يقول، حسنا؟ ها؟ بالطبع. هيا. بالطبع. إذن عن إذنكما. بالطبع، هيا يا ابنتي. أيغول، السيد سافجي وأبي سيعقدان مجلساً للسيادة. ماذا تقولين يا ابنتي؟ ما هذا الكلام؟ هل سيقبل عثمان بهذا؟ لن يقبله بالتأكيد، ونحن لن نقبله أيضاً. دعوهما يحاولان وانظرا إلى ما سيحدث. سأذهب لمقر كيخاتو، أنا سيد السادة، لذا لا يشك بي أبدا. هل يجب أن يحدث هذا غدا؟ كيخاتو كان ينوي تسميم أركوان خان، إذا فعل هذا سيذهب إلى تبريز على الفور. إن مات أركوان خان سيصبح كيخاتو إمبراطور الدولة، يجب أن أمنع هذا، وإلا فإن جيخاتو وجنوده سوف يسحقون الأتراك في الأناضول. أنا الذي سأقتله. الآن أصبح لدينا خبر مهم نعطيه لنيكولا، هل نذهب؟ لا، أريد سماع الخطة، أريد معرفة مخططهم. سأتحد مع بقية محاربي وسأهاجم مقر كيخاتو.
حذاري أن يشبه هذا حصار إنغول. إن لم يمت جيخاتو فلن نستطيع دخول إنغول. طالما تقول انك تهت وتقول ان الوقت ضيق، طالما انك ستقاتل وتمضي نحو الشهاده، اذا لا يجوز ان اتركك وحدك يا يولاك. هل تقول لي هذا الكلام بعد كل ما فعلته بك؟ انك رجل شهم يا عثمان. لقد تمت محاسبته. أنت لم تدر ظهرك ولم تتركنا بمفردنا، ونحن لن نتركك. يبدو أننا سنحارب كتفا لكتف. هيا فلنقطع رأس ذلك الظالم المدعو جيخاتو. هل نحن أصدقاء؟ إلى أن يطلب أعداء الأتراك الأمان. أدامك الله. سمعت ما أريد سماعه. هيا لنذهب. السلام عليك يا سيدي. وعليك السلام يا بني. وعليك السلام. تعلم كنت جالسا بجوار النار وشعرت بالملل، وكنت أبحث عن رجل أحادثه. تفضل تعال. إن وصلنا فتح هذه القلاع سنعتاد على الجلوس هكذا. ما رأيك يا سيد؟ عندما يحين ذلك سأكون ميتا منذ وقت طويل.